اسمها الهايبريد سيرامي. حتى ناسي. كلمة هايبريد شوفوها تستخدم بهاي نواحي من الحياة. شوفوها تستخدم بالسيارات. شوفوها تستخدم أيضا عندنا بالسيراميك. كلمة هايبريد يعني أنا عندي مادتين مختلفة أدمجهم مع بعض أحصل فت خواص تكون خواص من هذين المادتين بحيث أتغلب على الديس أدفانتج مال كل مادة وآخذ أدفانتج كل مادة. هاي فكرة الهايبريد سيرامي. بالضبط. أنت شنو فائدة شو تستخدم البنزين من بدي أحتاج فد عزم وسرعة عالية أحول على البنزين. فهي كنجاح يعني أنا أفضل دائما الهايبريد بصورة عامة أكثر من إنه بس سيارة كهربائية. لأن تجي أنت فد خصوصا دولة مثلا سيارات إذا يسوي مثلا خسيبات يشغل سيارة كهربائية قطع الوالد على قولة واحد قال يا معود إذا مو جي دي آي والبنزين محسن من هذا يقول دوس بي ولا كان. فإحنا الفكرة اليوم إنه يدمج شغلتين. أحد يعرف شنو الشغلة والشغلة اللي أحد يدمجها؟ من هو يدمج؟ هو ليش كلمة هايبريد من تقروها؟ شنو الشغلات اللي دامجها؟ هو السيرامي. وشنو هي مادة شنو هي الثانية؟ لا بوليما هو البورسلين سيرامي. السيراميك هو مصطلح يشمل كل هذه الشغلات اللي يسموها الزرغونيا والايماكس وال 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 واللومينير والفينير يعني بصورة عامة. نعم. سيراميك فرفوري. بس باختلافات يعني لو بالكومبوزيشن مالته يروح حتى يوصلون فشيء يعني هم الذين يوصلون يحصلون شيء شفافية يجي يحصل مثلا بوا يتلاعب اوكي؟ فبصورة عامة المواد اللي تستعمل للبارشل كفرج احنا اليوم اغلب يعني حكينا بالهايبر سيراميك استخدامه بالبارشل هو هم يستخدم للكومبليت كفرج يعني الكراون بس بصورة عامة يقول لك الدراسات والبحوث شافت انه ما يوصل وهذا شيء راح نجي يعني نذكره زين. فانت المواد اللي تستعملها الهايبر سيراميك بالبارشل كفرج تستخدم الليثيوم دايسيليكيت اللي هو ايماكس. طبعا ايماكس هو اسم تجاري الاسم العلمي له هو ليثيوم دايسيليكيت اوكي. وعندكم الزرقونيا رينفورسمنت ليثيوم دايسيليكيت يعني سووا حاولوا يسوون ماده تكون بين الزرقونيا وبين الليثيوم دايسيليكيت ضافوا لها الزرقونيا. طبعا هاي وين طبقوها او مو بنصل بالموضوع بس انا احب انه حتى تكون عندكم فكره طبقوها جماعه ذول اللي عندهم بروكسيزين مبروكسيزين ليش؟ لان هذول يريدون قوه تمام ويريدون يصنعون مادة يعني حتى ما تحتاج سيرامي نسميه احنا مونوليثيك او سنجل بادي تمام. فحتى يوازن بينه وبين الزرقونية هم يحصل جمالية وهم يحصل قوة لان الزرقونية مثل ما نعرف هو نوعا ما يكون قريب الى المحتمي ما يعبر ذاك الضوء. انت كل ما المادة سلامك الله كل ما المادة تعبر ضوء اكثر كل ما تكون جمالية كل ما تكون جمالية اعلى. فانت ذا يكون ذني ممكن يستعمل من باشر كبرج. وحتى عندنا قلنا الزيركونيا رينفورس ليثيوم دايسيليكيت ممكن استعماله اكثر شيء بس بال 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 بالبروكسيزم ليسات البروكسيزم اوكي. طبعا الهايبر سيراميك اكو هواي شركات زين راح تشوفون مثلا الايناميك راح تشوفون مثلا الشوكو وطبعا بيهن راح تشوفون مثلا جي سي جماعه السيرفس مال الفوكو الجرانديو اكو هواي شركات زين بس احنا اكو بين موجوده واكو مو موجوده عندنا. زين هي شنو فكرة هاي المواد اصلا احنا ليش نسويها؟ نريد نوصل الى مرحلة انه نسوي فد مادة قريبة من يعني الميكانيكال بروبرتيز مال تو ستراكشر. زين احنا برايكم تو ستراكشر يعني هو مادة واحدة؟ لا عندنا انامر وعندنا دنتين. زين انا طبعا ردت انه بعدين اوسع المحاضرة بس شوية الوقت ما ساعدني وراده وقت يعني احتاج اقل شيء شهر يعني حتى يعني احتاج عدة محاضرات لا اراده انا اسويها ورادي انا اقرا بها اتوسع بالموضوع لان هذا موضوع كبداية بعده. زين هم شو يريدون يوصلون؟ يريدون يوصلون الى مرحله انه يسوون فد ماده نوعا ما
قريب الميكانيكال بروبرتيز مالتها على الدنتين والانامر، بس ماكو ماده تعطيك يعني خاصيه، يعني ما ممكن اني اسوي ماده هي تشتغل انامر وتشتغل دنتين. فالهايبريد سيراميك بصوره عامه البروبرتيز مالته تكون قريبه لمن تكون الى الدنتين. فاي ريستوريشن اي ريستوريشن اني تكون ان كونتاكت بالدنتين او تعوض الدنتين، فالافضل استعمل بها منه استخدم جماعه الهايبريد سيراميك. تمام. طبعا هذا فيما يخص شنو يخص كلمه دائما تشوفوها مصطلح الاستيك موديولوس اللي هو معامل المرونه اخذناه بوقتها بالفيزياء. تمام. شنو اللي يصعدنا وليش اللي يوصلون الى فد ماده معامل المرونه مالتها يكون قريب الى الدنتين او طبقه العاج؟ ليش؟ لانه انت تخيل هذه الفولنج او الريستوريشن من يصير عليها ضغط، اذا ما تمتلك نفس المعامل المرونه مال السن هي تتحرك واحتمال السن بعد ما تتحرك، فش يصير بمرور الوقت؟ تشوف ورا سنه سنتين الفولنج الموجوده عندك مثلا كومبوزيت او اي شيء ثاني، اذا كان المعامل الموديولس مالته اقل من السن راح اشوفه هو موجود، بس اكو بينه وبين السن صار جاب وديسكلريشن وبادي الدكيريز، يعني مرور الوقت يخلق. فهذا التطور اللي يسووه هو انه يوصلون الى الاستيك موديولس قريبه على الدنتين وعلى الانامور. جماعه البايوميمتك ايش يسوون؟ يحطون طبقه دنتين كانه هي جماعه الابركس، ويحطون طبقه بالنهايه انامور اللي هي جماعه الايماكس، لانه وصلوا الى مرحله يقول لك السن هو مو 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 ماده واحده. انت بغض النظر انت الفولنج اللي تسويه تعوض دنتين لازم، والطبقه الاخيره ما تعوض الانامور، فلذلك يقول لك مبدا الكراون يعني نون، لان الكراون واحده من الشغلات اللي يبغوها اندوكراون. اندوكراون شافوا انه الماده اذا استخدم لها معامل مرونه عالي يسوي لك فراكشر، يعني حتى الايماكس اذا استخدمته كاندوكراون يسوي مشاكل. ليش؟ بسبب هذا معامل المرونه. وهذا انا ذاكره انه كل ما يكون معامل مرونه مال الماده اللي انت تعوض، انت تعوض مثلا بس الاوكلوزر سيرفيس تستخدم سامبل، تستخدم ماده لها معامل مرونه كانه انامور. الهايبريد سيراميك إلنا قريبه للدنتين، وانا استخدم اكثر شيء الابلكيشن مالته مثلا اللي يعني اللي انت تعوض جزء كبير منه تتعوض من الدنتين. تمام. هو مو شيء مثالي لكن نوعا ما راح يكون افضل من الكومبوزيت وافضل من السيراميك، لان السيراميك ايش راح يسوي لنا؟ يسوي ويجنج اكشن، يسوي ويجنج اكشن. اوكي. فلذلك اختار ماده تكون بين هذه وهذه حتى اوزع الستريس مثل ما قلنا. اذا نجي نشوف الالاستيك موديولس، طبعا الانامور الى معامل مرونه والدينتين الى معامل مرونه. الانامور تقريبا 75 الى 125 زين، وعندكم ايضا الدينتين من 14 الى 38، هذا معامل مرونه. هذه الارقام احنا يعني نوعا ما تشوفون باختلاف المصادر تختلف، اكو واحد يقول لك معامل مرونه مال الدنتين 20، واكو يقول لك الانامور 90، بس هو تقريبا يتراوح بهذا الرينج. تمام. فاحنا حتى نوصل هذا الشيء مثالي، هذا ذكرنا انه يكون عندنا مادتين تتكون من انامور او دنتين. احنا موضوعنا اليوم كهايبريد سيراميك احنا نعتبرها كماده واحده، بس استخداماتها اكثر شيء هي بالاندوكرام الالي اونلي. تمام. زين، نجي نشوف هاي المواد المختلفه شنو الالاستيك موديولس مالتها. قلنا كل ما كانت الماده الالاستيك موديولس مالتها عالي معناها ايش راح يسوي لنا؟ ويجنج اكشن تكسر. لذلك عندنا الزرقونيا، هسه اذا نسوي زرقونيا يجوز تثبت بس تنكسر عندك سن، لا ملقم، ليش تكسر السن؟ معامل مالتها المرونه عالي. اي شيء معامل المرونه مالته اعلى من السن يكسره، واي شيء اضعف راح يبقى هو بس يصير مرور الوقت يخلع عن السن. تمام؟ بس اذا نجي نشوف احنا الجلاس انيمال، جماعه اللي يقول لك لازم اخلي بيس، هاي واحده من اسباب الفشل مات، انه معامل المرونه مالته سته اقل من الدنتين بهوايه، فمن اجي انا حطه يصير ضغط ما يتحرك ويا السن يخلع مرور الوقت. معامل مرونته هاي الفلاوبل كومبوزيت، ليش يقول لك استخدم بكميات جدا قليله مثلا المارجنز البيس انت تريد تخليها فالثكنس جدا قليله بس على مود الادابتيشن، بس اذا هي كمعامل مرونه فاشل مرور الوقت يخلع. يعني انت خلي فلوبر امليها كلها فلوبر ما تنكسر، بس تجي ورا فتره تشوفون سكندري كيريز بسبب هذا الشيء. قلنا انه ماكو ستريس ديستريبيوشن، كل العالم حاليا دا يفكر انه شلون اسوي يعني التو ستراكشر، اسوي ماده تشبه التو ستراكشر. انا ما فكر بس انه اسوي خصوصا بالبوستيريور تيم. شو
نشوف الفايبر ريفورس كومبوزيت 9.5 الى 15 يعني قربنا من الدينتين. ولذلك جماعه البايومانت ايش يستخدمون؟ يستخدمون الفايبر رينفورسمنت اللي هي الابركس مع شركه جي سي. هذا ممكن استخدمه كبيس تمام، بس ما اوصل للكلوزر سيرفيس لان هي ما تشبه خواص الانمار تمام. الهايبريد سيراميك اذا تشوفوا 23 يعني ضمن قريب على الدينتين. واكو دراسات هسه نقول يعني بالسلايدات القادمه نحكي لكم انه شنو الشايف، وتشوف الايماكس قريب جدا على الانامول ممكن استعماله، وايضا الزركونيا. فاحنا اذا نريد نسوي فد ريستوريشن ممكن نستخدم جماعه الفايبر رينفورسمنت كبيس. زين الهايبريد سيراميك هسه نجلب الموضوع مالتنا الهايبريد سيراميك اللي هو قلنا احنا المودولس مالته قريب الدنتين. انا كل شرح هذا الموضوع حتى اشوف يعني اوصلكم فكره ليش استخدمنا نستخدم الهايبريد سيراميك هو استخدم غير ماده تمام. هي المادة مو كلش لاقى رواج لان يعني بها يعني ادفانتج وادفانتج محددة، والاضافة انه هي مو شائعة ويعني اكو شغلات امور تجارية تدخل يعني مو بس احنا الامور العلمية تدخل، يعني هو مو شائع ك يعني حديث ما صار له فترة طويلة. واحدة من الشغلات عندنا نوعين، عندنا البوليمر انفلتريتد سيراميك اللي هي جماعة الايناميك، وعندنا لا اللي هو عبارة عن بوليمر وبداخله سيراميك بارتكل، يعني نبسطها بشكل اكثر. الجزء الاول هو عباره عن سيراميك ودخلوا له بين الجزيئات مالته بوليمر. شنو فائده البوليمر؟ يلزم اجزاء السيراميك. مشكله السيراميك شنو؟ هو برتل يصير بي كراك. فهذا البوليمر ده يشتغل شغل البوندينج، شلون يربط الجزيئات حتى ما تنكسر، يوقف الكراك بروبيجيشن. هذا النوع الاول. النوع الثاني لا، يخلون البوليمر يعني مسوي له هاي كيور، مسوي له كيورنج عالي، ويضيفون له فيلر، مجموعه من الفيلر. اوكي سيراميك ولا نانو سيراميك، وهذا يعني راح تشوفوه بجماعه اللافا التيميت. عندنا الجرانديو وعندنا سيرا سمارت وعندنا شوفو بلوك تمام. وهذا اللي النوعين كل وحده لها طريقه مال سيمنتيشن، لانه انت السيراميك من يكون هو النسبه العليا بي ايش راح يصير؟ لازم يختلف الايتشنج مالته، ومن يكون انت الماده الاساسيه مالتك بوليمر تختلف، فلازم تقول له لبل مختبر هذا شنو نوع مالتك اللوكين حتى على اساسه انت تقدر تكتمل تمام. زين هسه اذا نشوف بهاي الصوره، هاي طبعا بالسكاننج الكترون مايكروسكوبي، طبعا هذا هي السيراميك بارتيكل وهذا الاواصر اللي بيناتهم هي البوليمر تمام. وهي طبعا بها طرق صناعيه يعني عده يستخدموها، يسووها على شكل ليكويد، ولانه يعني يستغل انه تحت ضغط يدخل الماده بالبوروسيتي، يعني هاي المناطق اللي بيها بوروسيتي تنربط ببوليمر، فبالتالي بعد ماكو مجال يصير عندنا الكراك بروبيجيشن. من يوصل للبوليمر؟ البوليمر هو ماده بلاستيك تمتص هذا الكراك ما تخليه يمشي، فما يصير عندك فراكشر. هاي اول نقطه احنا يعني مستفادين منها. زين الفراكشرال سترينث مال الماتيريال ازدادت، يعني شافوها يعني بالبحوث انه الماده ازدادت. ايضا فراكشر توفنس اللي قلناها انه المتيرة مثلا بدل ما تطول مثلا 4 5 قامت توصل 8 9. وهسه نحكي بعد فيها فائده جدا عظيمه. زين المودولس اوف الاستيسيتي قلنا قريب من الدنتين، فما سوينا هذا الوجيك اكشن عمرها طويل. زين وايضا انه ممكن المولينج مالتها اسهل واسرع. زين وممكن ايضا نستخدمها في انسكشن، جماعه دول اللي عندهم اترشن بالكلوزر سيرفيس. هذا اني انت مثلا شو تسوي؟ مثلا عندي ترشن نص مليمتر، فما تنزل مثلا 1 إلى 1.5 على مود تعوضه باي ماكس او اني انذر ريستوريشن. الاي ماكس يقول لك حتى يتحمل 1 مليمتر، بس اني ما يعني ما اضحي بالتو ستراكشر على مود اوفر سبيس للماتيريال. هاي الماتيريال لها قابليه انه تسوي 0.3 من المليمتر، يعني فيري ثين سكشنز، لان يستخدموها جماعه الريهابيتيشن وفيري افكتيف تمام. واحنا عندنا يعني واحد من جماعتنا اشتغل على هذا الموضوع وشاف افكت. زين نقطة أخرى الاترشن. هسه احنا هذا نشوف هذني طبعا الأرقام اللي قدامكم ايش قد يسوي اترشن بالانتاجونست. يعني إذا أنت عندك انمو مستخدم يعني السن الطبيعي الانتاجونست يصير بي 0.1. الكومبوزيت تقريبا يسوي اترشن مثل الانمو. الكومبوزيت من هاي الناحية جيدة ما سوى اترشن. بس السيرامي تقريبا 5 يسوي من ما سوي انمو. فتشوف البيشنت مثلا اذا مركب سيراميك اللي جماعة مثلا اي شيء اي ماكس او مثلا الفيلد سباثيك
زين زركونيا سويت ابريشن 5 اضعاف من الهايبريد تقريبا بيناتهم نقدر نقول كهرباء تمام. فهذا واحدة من ادفانتج مالته انه انا دا احصل قوه نوعا ما الاترشن هم يكون اقل. فهذا يعني دي اللي دا احنا نحتاجه. اكو طبعا الا يقول لك هو يقول لك اكو فول كفرج اكو شركات لا لغة خصوصا دول اللي جماعه اللي يعتمدون على مبدا البوليمر يكون بي عالي يقول لك ما نوصل يسوي انه كراوس لان هذا بمرور الوقت بسبب انه بي نوع من الليونه ممكن يصير بي ديفورميشن زين وشافوا انه بالمارجنز اكو مشاكل يصير. فيقول لك بعض الشركات انه اتجهت تقول لك يعني قليل البارشل والفراشن والكلوزال فينير تيبل توب اللي قلنا عليها واحده من ايضا من اهم الانديكيشنز مالته زين. شركة طبعا بي شيز بي تلقي لو ترانسلوسنسي وبي هاي ترانسلوسنسي. اللو ترانسلوسنسي استخدموا دول جماعه اللي اون ما تحتاج استخدم. الهاي ترانسلوسنسي لا يعني ممكن يسوي بي كراونز. البعض الشركات اللي تقول لك انا اقدر مثلا سيرس مارك مال جي سي يقول لك سوي بي كراون يسوي له بس ستيننج مثلا منطقه السيرفايكل ويبقون الانسايزر لان هو اصلا يعني يجي بي ترانسلوسنس وياخذ حتى الكلر مال السن الجوي اذا السن ما بي ديسكلريشن تقدر. هذا فكرته يسوي له طبعا ما بي انه تقدر تضيف له ليارات تقدر بس انه تسوي له يعني تنت تجيب له صبغه معينه وتحطها عليه تغير الشكل مالته. يعني ما تقدر مثل بقية السيراميك تشيل الطبقه تسوي له كت باك ترجع تبني فوقها او تضيف له ليرز لان ما يتحمل بسبب احتواء على البوليمر. اوكي يعني يتاثر بالحراره. وانا على نفسي نايم قاعد لا صح ولا غلط؟ لا انت المفروض بالاجزاء المختبريه تشاركني. هو يعني الاثنين مثلا هو كيت مال مونيمر زين الاثنينات هي مونيمر يعني لا يتفرق. فموضوع من شركه ديسيس من اوبتيك ليزر اوبتيك ليزر جماعه الدنشر همين صح كاركترايزيشن الدنشر الاسنان وهم يستخدمون بالهايبر سيراميك. بس هذا مشكلته انه ورا فتره يصير بي ويرنج ويعني لازم ينعاد زين. حتى لو تحط له مثلا سيرفايكلي هو هي الفكره انه هي لير صايره فوق ال فوق ال يعني مالتها يعني مالتها يعني دكتور مصطفى يونس ما شاركتنا شنو ما شاركتنا رايك والله رايي مثل رايك خاف ما مقتنع او كله صيني يشتغلون لا علي ناصر ولا غيره صح ولا غلط مو جيسي موديل بعد ما غش شافوا الديسكلريشن طبعا انه يكون بين ال يعني الكومبوزيت بين الليثيوم دايسيليكي. طبعا احنا السيرامي كنا نعرف الكالر ستيبلتي مالته عاليه ما يتقبل الصبغه. الكومبوزيت شنو مشكلته؟ واحده من مشاكل الكومبوزيت انه بسبب احتواها على البوليمرز بسبب احتواها ايضا على البوروسيتي انه تستقبل الصبغات. بالضبط ما تقدر تسوي سيرفيس بولشبلتي مالته عاليه. هذه راح تكون ايضا بولشبلتي بين هاي وبين هاي. سيمنتيشن مالته عفوا سيمنتيشن يحدد نوع الماده اللي انت ماخذها. هل هي البوليمر انفلتريتد لو اللي هي يعني رزن و ديسبيرس نانو سيراميك بارتيكل اللي انه يعني حدد هل هي الجزء مالتها يعني الاساس هو سيراميك لو جزء اساس مالته بوليمر. اذا كان انت الجزء الاساسي مالته مثل ايناميك يقول لك سوي هيدروفلوريك اسيد لانه الاساس مالته سيراميك لمده 60 ثانيه لان هذا يعني هو الشركات تقول لك والعلم يقول لك 60 لان اعرف الاي ماكس تقريبا 20 ثانيه هذا 60 ثانيه يحتاج حتى يسوي ايجنت زين. سوي سانت بلاستيك اذا انت مثلا كان عندك جماعه الشوفو بلوك اللي هي تكون يعني بوليمر تمام. بعدين تجي الخطوه الثانيه اللي هي البرايمر. لو تستخدم ريزن برايمر يعني الشركه هي تقول لك انا هذا البرايمر خاص بي لو تستخدم سايلين سايلين وين تستخدمه من عندك سيراميك بارتكل يعني جماعه الايناميك تستخدم يا سايلين جماعه مثلا الشوفو والسيرس مارك براند يو دول تستخدم الفوكو تستخدم وياهم
الرزن مالته، لان هذا هو يعني نسبه كبيره منه رزن، هم قويين سيراميك. اوكي هسه احنا خلصنا حضرنا السن للسيمنتيشن، سوينا ساند بلاستنج او هيدروفلوريك اسيد، سوينا سالينايزيشن عن طريق السالين او الرزن برايمر. نجي مرحله الاخيره نسوي سيمنتيشن. عندنا احتمالين، لو اسوي استخدم بوند يونيفرسال بوند مثلا، او حتى لو جيل خمسه انا مسوي سالينايزيشن تمام، وبعدين ممكن استخدم جماعه الانجكتبل اللي هو جماعه اليونيفرسال فلو تمام. وضحت الفكره هسه هنا حدا واضحه، او مثلا انا ما اريد اسوي بوند راسا اكمل شو اسوي؟ طبعا السالينايزيشن خطوه ضروريه، لان كلنا صح يقول لك بيها السالين، بس شافوا انه لانه وان بوتل وبي اسيديتي مرور الوقت يصير بي يعني ديجريديشن او سيبريشن فيز، ما يعني يخرب كانه تمام. فخطوه السايلين سيبريتد افضل، نستخدم السايلين كسيبريتد افضل. ممكن ما نستوي البون على الكرام تسوي؟ نعم البون يتحط على الكرام؟ البون يتحط على الكرام شنو فائدته؟ انت البوند شنو فائدته؟ يعني شلون تلزق السن؟ هذا بوند يقعد سن. شلون يرتبط الريستوريشن؟ لعد السالين شنو؟ السالين اساس مو رابط، ما يربط السالين. تسوي كيورينج؟ لا ما تسوي كيورينج. لعد شنو فائدته؟ شنو فائدته؟ فائدته بعدين تسوي لك كيورينج، من تسوي سيمنتيشن؟ من تسوي سيمنتيشن بالنهايه؟ انت هسه من خطوه انا عاجبني وايد. عندك شنو؟ يزداد الادهيجن بس يصير كوهيزيف فيلير، يعني يقوم ينكسر بيناتهم، يعني قطع ما يترابط بعد بيناتهم. وهي هاي وحده من شغل البوند يقول لك يقيسون هل هو ادهيزيف لو كوهيزيف، هي هاي اللي تلعبك بس انت تجي مباشره. ترى مو وحده من مشاكل السيارة ادهيزيف انه ما يسوي لك، يقول لك ما روح شوفه بالمايكرو ما يفوت. هو وحده من هاي الطرق. ليش انت مثلا هيتد كومبوزيت؟ انا مره واحد ما ادري من دزتي فايت بيرد قال لي نحط سالين بدون بوند، صحيح هذا حكي كل شيء، بس هل هو هذا علمي؟ ماكو اي واحد ما قارئ اني ارتكل يقول حط سالم بدون بون. ممكن اذا انت تستخدم هذا اللي هو سيلف اديزل، هذا هو رزن سمنت وبداخله اديزل مالتي. اليوم 200 تقدر، هاي مال ناس كثيره. ليش؟ مو غالي. بس هي بس يا ابي كفي. كفي طبعا الان. بس الزرقونيا استخدمها سيلف اديزل. دكتور هو حتى الزرقونيا يعني انت ممكن تستخدمين مثلا زيت برايم وبوند عادي، هاي انت شافوه كل ما الخطوات منفصله اكثر كل ما يكون اقوى. بس مشكلتي شو راح اسوي السن يعني انت من تسوي خطوات منفصله راح تظهر عندك هاي المشاكل مال الكولاجين كولابس، راح تدخلين المشاكل انه يعني بالبوندينج نفسه. هو صح الجيل الخامس اقوى بيد اللي يعرف يشتغل بروفيشنال. انا من الناس اكو احيانا اكو كيسات يعني اشوف ان الديفيكولتي انه استعمل يوم 200 على كل شيء. الله كيرتش إذا وقع عاسمين ما يوقع لسنة ما يوقع هذا ميو ميتين وانتهى المرض. هو طبعا الأقوى منه مول هذا البنافيا، البنافيا مال كيوراري، بس ذاك سعره شقد يمكن؟ وين أصلاً؟ ماكو أصلاً بريز احنا تبشي ألف وعلى مشروع ها؟ عندك بنافيا؟ شوف هاي القال بنافيا ما في ام دي بي من وين؟ هذا ميو ميتين. هو ترى الـ MDP اكو هواي شركات، هو يعني بس بريز بي وهذا اذا ما بي MDP معناه ما يشلل. لا ريكومندد فور زيركونيا فقط. هذا بس زيركونيا؟ لا هذا المفروض الـ MDP. لا بريز هذا لا زيركونيا وسيركونيا. وهذا في سالين مالته. والله دكتور يعني خطوة السالين لازم تكون اضافية، يعني لازم نضيف سالين. زين وهذا مو سالينيتي؟ اليوم 200؟ اي لي بس شنو مشكلته دكتور؟ هذا تستخدمه ويلها بس مو فينير، فينير ما يصير. اي فينير سكلاريشن مو على مود ما يشتغل. اي على مود الدوال. اي على مود الانشيتر. وش قد السكلاريشن؟ اذا كلهم يو 200 كلهم نفس الدسكلاريشن طلعت انتهى الموضوع. انا فاهم على وادك مو انا احبك لان تبسط انا مو اي هذا شيء زين وقوي وسنجل وايزي يوز استعمله. أعقد كل ما تعقد كل ما تصغر. أيضاً الـ يعني شافوا مال بوليمر حتى أعلى من الإيماكس في بعض الدراسات. شافون اثنينات الكومبارابل ويا الزرقوني مثلاً ريفورس. سووا سيستماتيك ريفيو لمدة 3 سنوات شافوا إنه البوليمر الفلتريتد جماعة الهابر سيراميك حتى أفضل من الإيماكس.
يعني نسبة وصلت 99.8%، يعني تقريبا الفيلير كلش قليل هاي الكيسز. زين، هاي واحدة ايضا من الكيسز اللي اشتغلت، طبعا هي كيس واحدة لحد الان وفي طور يعني التجربة. زين، يعني تشوفون حتى الكلر مالته يكون نوعا ما قريب على الكومبوزيت، هاي ما شركة يعني ما شوفوا. زين، استخدمتها لان انا كان عندي هنا اذا تلاحظون الكاسب اللي هي البوكر كاسب استوى، انه استوى حافظت عليه ما سويت لها ريدكشن. طبعا الميزيو بوكر كاست عفوا الديستو بوكر الديستو كاست انا سويت لها ريدكشن فعوضته. فاذا تلاحظون يعني اني الفكره وين، انه اني هذا الجزء راح يكون كونتاكت وذ دنتين، راح يسوي اذا استخدمت اي ماكس بهاي الكيس راح يسوي ستريس وين على اللاين انجلز، ممكن بالمستقبل يصير عندي سيبريشن طبعا دنتين كاسبار. فواحده من الشغلات مالتي انه استخدمت فالمادة نوعا ما تكون هي قريبة. إذا كنت داور مثلا أسوي أوفرلي، لا راح أختار الإيماكس. تمام، من أختار أغلف السطح الخارجي أختار الإيماكس وأسوي جوا فتشي بيس اللي يا جماعة مثلا ممكن أبركس الإندوكران. واحدة من أسباب إنه شافوه بال يعني استخدموه كإيماكس هاي هواي مشاكل والديزاين مادة مثلا صعب. زين، هاي كيس طبعا كانت فايتال. زين، طبعا هاي المصادر واتمنى يعني فدتكم بشيء ان شاء الله. واللي عدت في السؤال يا ريت يعني بس دكتور اليوم 200 يعني حتى بدون اتش اي يعني على 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 بس جي اي سي لوتي انا اسوي اتش 1 اتش 2 يعني هو حط اليوم 200. لا دكتور باو، اكو دراسات عن الباري يقول لك انه لا تسوي على الدنتين اتش من انت تستخدم سيلف اتش. لا مو اتش بس على سيلكتيف اتش، سوي اتش فقط على سنجريشن ما يحتاج حتى ذا. بس انا اخفف دنتين، اخفف السنسيتيفيتي. هو هسه واحده من الدنتين سيرم قاعد يسوي اي المشاكل. يعني اذا تسالني اني تقول لي شنو البروتوكول، يقول لك انه انت حتى زيد اليوم 200 نفترض ما تريد تستخدم بوند. تمام، قول ما نستخدم بوند مثل ما قال الدكتور مصطفى. تمام، مشكلة إنه ما راح يصير، ها؟ ما أحط بوند. إيه لا تحط بوند، هو صحيح تقدر بدون بوند، هو يقول لك بدون بوند. يقول لك وأصلاً ما نوت ريكومندد تحط بوند. نوت ريكومندد تحط بوند. ليش؟ لأنه أنت بهاي الكيس إذا حطيت بوند يقول لك إنه اليونيفرسال بوند بي أسيديتي، هذا تتوقف للدول كيور رياكشن. الدول كيور مالتك الكيميكال يوقف. لا أكو شركات هو. حسب السبن جنريشن. يشتغل ويا الدول كيور. إيه حسب البيئة. دكتور ليش ندخل بهاي الدوخة؟ بالضبط هو اللي دي يقوله. بس هو اوفرول يعني البسكو اكثر. طبعا هذا شنو يعتمد على البي اتش مال البوند مالته، هل هو عالي ناصي متوسط. هو عصام سأل سؤال حلو، اي بس هو ما قال ان التايب اوف ريستوريشن شنو يا تايب زرغونيا او اي ماكس. بس انت سؤالك حلو، نحط بوند او نحط وين بالطاسه ديتش بوندينج؟ اني اسوي ورا البريبريشن بوند. انت بتسؤله وين البوند؟ لا انا عسل عسل يوم 200 يوم 200 احط بوند التوت ولا احط بوند للتوت للكراون ولا قال اسيد ديتش قلت او العفو اسيد ايتش وبوند. دكتور اذا مستخدم يوم 200 ما تحط كل شيء ماشي يعني على حاله جي اي سي لوتي. بالضبط، لا هذا مو جي اي سي. دكتور نصيحه، انا عندي راي، اكو شيء اسمه immediate dentin sealing وليت dentin sealing. زين، فانت لازم تسد الدنتينال تيوبيلز على مود اخاف بكتيريال اريتيشن فروم ذا لوتينج ايجنت يصير تحسس للبلب. سد البوند وسوي لوتينج ولا بريبريشن وذاوت اسيد اتش لان الاسيد ولا بريبريشن البوند ماتك سيلف اتش. زين، هسه نقطه، ها نقطه اللي هي كلش مهمه الانامر مارجن. انت من تسوي بريبريشن 98% من المارجن مالتك ينمط، صح لو لا؟ هو يقول لك زرغونيوم كرام. اي زرغونيوم كرام، بدي احكي لك التو ستراكشر. وين باقي ينمط بي؟ هو كرام. ليش ما باقي ينمط؟ انت البوردر مالتك ما بي ينمط؟ لا نشر تو ستراكشر. يعني زرغوني اقل شيء 2 ملي ماخذ غير. انت ماخذ بس انت الحافه مالتك اللي طف بيه الكرام. اي ينمط؟ اي اي. لا شلون ماكو ينمط؟ موجود ينمط. يجوز نازل. ينمط شلون تسوي له؟ يجوز نازل سابين جاي والله. في ينمط. طلعت عربية. بس القصد انه وين ما تلقي نمو، انا هاي وحده من الاراء اللي هم ايضا يعني طبعا بعد الاستنتاجات مو بس انه يعني اكو بيها ايفيدنس يقول لك هذا يا جماعه اليوميتين هي السيلف اديزيف ضعيفه اتصالها بالانمو، لانه شنو يعني كميه البي اتش بيها
ما عنده قابليه اختراق الانامر تمام او الانامر برزن يقول لك سوي سلكتيف اتش مثلا انت لقيت على البليت سيرفيس اكو انامر مارجن هاي الانامر مارجن اسوي لها اتش بس الانامر بس الاندنتين ما تحتاج دكتور بس الفينشينج لا بس هم لازم تكون مو بنفس الوقت اللي تسويه ليش انت ليش يعني انت لينا مو يعني اكو يوم يقول لك 30 ثانيه يسوي انت سويت مصاعي ثاني لان انت هذا مالتك الرزن ميش يعني ما يقدر يسوي له يعني انت شلون هو شلون يشتغل يدور طبقه السمير لير يعبرها انت هنا ما عندك سمير لير حتى يعبرها انت هنا عندك سوليد ماتيريال اللي هي الانامو لازم تذوبها يعني لازم تسوي فد خشونه بيها رفنس الرفنس منين تجي اذا انت ما تذوبها انت كل علم البوندينج سواء انت تربطها بسيراميك بمتال بزرقونيا اول خطوه شو تسوي تخشن السطح تخشن عاد انت بحامض تخشن بليزر تخشن برامل ساند بلاستين هاي انت بكيفك هي هاي ترى موضوع بسيط ما بي يعني لا تدوخ روح واكو واحد يقول لك شركه حط له هيك سالين فبطرح ما دوخ روح اقرا التعليمات مال الشركه اذا دخل هسه اليوم 200 هو يقول لك بس اكو بعض الامور اجتهادات وبناء على علم زين كانت هسه واحدة من الصور انه انت اول ما تبلش تضرب الجراوند بساند بلاست حسب ساند بلاست اذا كان هو يجيك من المختبر هو مسوي له ساند بلاست اعرف بس هو كان مو انت اذا كانت الماده الاساسيه دكتور بوليمر يعني انت مثلا مستخدم جماعه الشوفر تسوي ساند بلاست بس اذا الماده الاساسيه مالتك مثلا هيناميك اللي هو الشركه تقول لك سوي هذا الفلور واللي هي 60 ثانيه مثل ما قلنا اوكي تقرا الشركه ايش يقول لك اساله شنو البلوك المستعمل لان انا مثلا يعني مثلا تجي تستعملها ما تشوف هذا التشوكي ابيرنس يصير عليه اذا هي بوليمر لان نسبه يعني الفيلرز مو هي المين كومبوننت هاي فشي قوي تمام هو الموضوع ترى كبير يعني اكو مثلا اكو بوندنج الفايبر بوست يعني اكو كتاب ذاك